السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم ليث. اليوم يا جماعة جينا لكم لسلسلة أقوى تقييم قنوات باليوتيوب جزء 11. بس قلنا نبدأ يا جماعة في هذا الفيديو، حنقيم يا جماعة اسم القناة، صورة القناة، بانر القناة، محتوى القناة، صور مصغرة للفيديوهات، عناوين الفيديوهات، قوائم التشغيل، وصف القناة، وصف الفيديو، التفاعل في التعليقات. بس قبل ما نبدأ يا جماعة، يا بيت لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا يا جماعة نبدأ. رح نبدأ في قناة مستر عمر. أول إشي اسم قناتك كثير جيد يا مستر عمر، صورة القناة عندك جيدة، والبانر احترافي ما شاء الله. محتوى القناة عبارة عن ترفيه وشوية تنويع زي تقييم قنوات المتابعين، أرعب قصة باليوتيوب، أهداف لسنة 2022، أقرب رسوم عن اليوتيوبرز داكاشو، يعني عندك شوية تنويع بالقناة ما شاء الله. اوكي، ولاحظت انت منزل قبل 3 ساعات تقييم قنوات المتابعين، وانت اصلا بالفيديو عندي عند تقييم قنوات المتابعين، يعني اشي ما بدخل العقل يا جماعة، متخيلين علي كيف قاعد بقيم، والبقيم فيه قاعد بقيم متابعين، والله ماني عارف. بس المهم خلينا نفوت عند قوائم تشغيل للقناة. للأسف ما عندك قوائم تشغيل، صح انك مبتدئ، انت بادي من 3 اسابيع ما شاء الله لهسه وجبت تقريبا 488 مشترك قبل تفتح المنتدى ما شاء الله، يعني بس لازم تحط يعني على الاقليه قوام تشغيل لقناتك. مثلا انا اعطيك مثال، افضل 10 العاب لسنه 2021، صح؟ تقدر تحطها بقائمه التشغيل يحال، يعني افضل العاب، مثلا افضل توب 10 للالعاب، اهدافي حط انا قائمه الاهداف، تقييم قوات المتابعين سلسلة، صح؟ تقدر تحط لها هنا على قوائم التشغيل، لازم تعمل سلسلة، اوكي؟ خلينا نفوت هسه عندك عند لمحة القناة. للأسف ما عندك لمحة قناة، هذا ثاني غلط عندك، يعني أنت هسه جايب تقريبا 8 من 10، لسه بدنا نشوف عندك شوية أخطاء ولا لا. عندك 1000 مشاهدة، جدا كويس، اوكي؟ خلينا نفوت هسه عندك عند أي فيديو في القناة اللي أنت نزلته تقريبا قبل 3 ساعات. خلينا نوقف الفيديو عشان أنت شوي ضعيف، اوكي؟ 17 لايك ما شاء الله، تمام. للأسف أنت ما عندك يعني وصف، شفت؟ هذا ثاني، هذا ثالث غلط عندك، يعني أنت حاليا جايب 7 من 10. تفاعل في التعليقات عندك ما شاء الله، تمام. بس رح أقول لك شغلة، هذا الحساب زي ما أنت شايفه اسمه كينج جيمنج سلاش 6، نصيحة إلي، نصيحة إلك، احذف هذا الحساب، أعطيه بلوك. هذا الحساب بيدخل كل يوم على 100 قناة وأقل من 100 قناة، بيدخل على هاي القنوات وبيكتب نفس التعليق علشان نروح نشترك عنده ونكتب له تعليقات وندعمه. هذا الإشي غلط، إذا بده يتعب يتعب بجهده، أما يروح يعني عند القنوات ويترجاه ترجي زي هيك تتفاعل وما أبصر شو، هذا إحنا ما بدناش إياه. نصيحة مني إلك أعطيه بلوك، لأنه والله رح يضل وراك زي هيك لعند ما تموت. شايف مش هو كتب لك تعليق، رح يجي عند متابعينك ويكتب لهم تعليق، هسا انا عملت له بلوك من قناتي، اوكي؟ انت لازم تعمل له بلوك، لانه هسا رح يجي على متابعينك ويجي على واحد واحد منهم ويكتب نفس التعليق، يعني المفروض اصلا اليوتيوب يحذف قناته، هذا الاشي ممنوع جدا على يوتيوب، اوكي؟ تفاعل عندك في التعليقات ما شاء الله منيح، وزي ما قلت لك هذا الحساب اللي اسمه كين جيمنج سلاش 6 اعطيه بلوك، اوكي؟ تمام. خلينا نحضر شوي من الفيديو تاعك. عجبتني هاي الحركة، تمام، انك حاط ايدك هيك زي حركة شو اسمها، مش عارف شو هي الحركات اللي بيعملوها، اوكي. هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، اليوم حكوا عندنا مقطع جديد وفيديو جديد، مقطع اليوم بكل اختصار يا شباب راح يكون عن اخر تعليق علقته يا شباب في الفيديو اللي نشرته الماضي عن ارعب قصة في اليوتيوب. اوكي شباب، اول فيديو او اول 20 ثانية تصويرك حلو، بس يعني انا عندي نصيحة لك، اشتري لك كاميرا احترافية. بعرف انه ما معك انك تشتريها، بس انا بقول لك تليفونك خليه ثابت. بعرف انه في حدا بصور فيك من ورا الكاميرا، بس من وراك يعني في حدا بصور فيك زي هيك وايده بتتحرك، بس اهم اشي انك تحط مثلا اشي وتحط تليفونك فوقيه يضل ثابت، بعديها اعمل تصوير، فاهم علي كيف؟ هيك تصوير رح يجي احترافي لقناتك وحتنجح ان شاء الله، وحتفعل ربح ان شاء الله على قناتك، وتقدر تشتري الادوات اللي بدك اياها للقناة، اوكي؟ نفسي احضر هذا كله، رح احضر هذا كله بعد ما اعمل الفيديو اللي عندي على طول، يعني على طول بالمونتاج بعد ما اعمله راح احضر هذا كله، علشان يعني في قنوات غيرك راح اقيمها بهذا الفيديو. قناتك جابت تقريبا 7 من 10،
رح نبدأ في قناة أحمد بيبل جاي. أول إشي اسم قناتك جيد، صورة القناة جيدة، صورة البنر جدا جيدة، أوكي؟ بس محتوى قناتك للأسف لا يعتبر محتوى، هذا مش محتوى. مثلا هنا نسخة العربية رح تموت من الضحك، أوكي؟ طب مع بس شو النسخة العربية؟ بس هيك كتب نسخة العربية، اكتب سكواد جيم، اكتب إشي، فاهم علي كيف؟ لعبة جراني ولكن مع عيال، أوكي؟ اسألني، تمام ما فيها مشكلة، اسألني بيبل جاي، أوكي؟ يا ايش اكل، هذا مش عنوان. ليش ليش شو اللي ليش يعني الناس مش مشتركه بقناتك؟ مثلا لانك بتقدمش محتوى، متى ساحب على القناه يعني شو اسبوعين شهر، ليش تابك ام القناه؟ بتقول لي ليش؟ اوكي السوني مات، اوكي ماشي، هذا مش محتوى، قريبا مش محتوى برضو، احمر اخضر مش محتوى، فاهم علي كيف؟ يعني انت محتواك مو محتوى، صور مصغره تمام، عناوين الفيديوهات تمام، قوام التشغيل عندك في القناه برضو تمام، لمحة القناة عندك خلينا نتأكد منها تمام، بس يعني بتحتاج انك تعمل شوية تحسينات علشان تكون افضل من هيك. خلينا نفوت على فيديو واحد من فيديوهاتك اللي هو هذا، الفكرة من ال سي جي، اوكي خلينا ندخل على هذا الفيديو. اليو تي بي اللي انتم بتعملوه هذا مش طبيعي، مش طبيعي اليو تي بي تاعكم، اوكي معنى من الموضوع. وصف الفيديو يعني يعتبر غلط عندك، زبط وصف الفيديو، فاهم علي كيف؟ والمحتوى برضه زبطه، فاهم علي؟ اوكي. وهنا عندك يعني تقريبا تفاعل في التعليقات تمام، تتفاعل مع التعليقات ما شاء الله تمام. خلينا نشوف الفيديو تاعك اليو تي بي، اوكي ما شاء الله الانترو حلو الصراحة، اهنيك على هذا الانترو. اوكي خلينا نشوف اليو تي بي تاعك. اوكي اليو تي بي حلو الصراحة تاعكم، بس يعني خلوا القناة يعني محتوى معين، فاهمين علي كيف؟ لو خليتوها يو تي بي كلها بقولكوا اه ميمز بنفع، بس اما مشكل انت نزلت العاب وهيك، فهمت قصدي؟ عشان هيك قلت لك محتواك خطأ ولحد الان رح يضل غلط. اوكي خلينا نشوف اليو تي بي. اليو تي بي تاعك جدا ضعيف. اوكي خلينا نختصر شوي اليو تي بي لعند ربع الفيديو. حلو الصباحة، خلينا نشترك عندك بالقناة. زي ما قلت لك عندك مشكلتين، انه تعمل محتوى للقناة، وانه كمان شو اسمه تحط وصف للفيديو، بس هاي مشكلتك يعني، فاهم علي كيف؟ فانت جبت تقريبا يا احمد بيبل جاي 8 من 10. الى هنا يا جماعة وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتمنى يا جماعة هذا الفيديو يعجبكم. بهذا الفيديو يا جماعة قيمنا قناتين، اللي هي اول قناة مستر عمر، ثاني قناة يا جماعة احمد بيبل جاي. بس يعني كان معكم ليث من قناة ليث جيمينج 0000.